قلت لك 100 مره ما تشربش الحاجات دي في البيت، الولد صدره بيتعب. ما هو تربيتك السودة هي اللي خلت الواد خرقه خيخه. لعلمك بقى انا جايب الدخان ده كله عشان الواد صدره يتعود على الدخان، ينشف ويتخوشن كده. مش كفايه شورتك السودة اسميه سولي؟ ابن الفاجر اسميه سولي؟ انت ممكن توطي صوتك من فضلك؟ ابن الفاجر يبقى اسمه سولي. ما هو شورتك سولي. قومي يا حبيبي عندنا مدرسه بكره، يلا قومي يلا عشان ننام. لا لا ما توديش الواد بكره المدرسه، انا بعت الرجاله يخطفوا كام عيل كده من المدرسه وخايف يخطفوه كده غميضي. يا نهار اسود، هو انت هتبطل الحاجات اللي بتعملها دي امتى بجد؟ ليه انت عايزاني ابطل الحاجات اللي بحبها؟ انا بحب العب بالبيضه والحجر، اكسر الحجر واكل البيضه. الله في ايه؟ انت عايزاني ليه ابقى انسان شريف عفيف ماشي جنب الحيطه اكل بالحلال؟ حرام عليك يا جينكا. اهدى يا هيثم اهدى. ما اسميش هيثم، قلت لك 100 مره ما تقوليش هيثم ده على لسانك. انا اسمي الفاجر، هعيش فاجر واموت فاجر. قومي اعملي لنا حاجه نطفحها. حاضر يا هيثم، ما انا مش بحب اضايقك. يخرب بيت طيبتك، يخرب بيت طيبتك يا شيخه. ما هي الطيبه دي اللي موديانا ورا. يا مري يا مري الاسود. بابي شفت رسمت ايه؟ يا مري الاسود رسمت ايه يا حبيبي؟ تعالى. وبابي كمان. ايه ده؟ نباتات وطيور تجري وسط الزهور ونيل وهرم. اوعى تكون بتحب البلد. حلوه يا بابي؟ زفت طبعا. ارسم خراب دمار. اسبق سنك واعمل لنا خطه نمشي بيها، نسرق بنك مثلا. ياض انا عايزك راجل، خليك ياض زي ابن المعلم كرعون لما عمل في مثل ماس اللي عمله. سوري يا بابي مش فاهم. سوري ياض انا عايزك راجل، انت اللي هتشيل الشغلانه من بعدي. خدت من ناظر اللي انا قلت لك عليه؟ ما عرفتش. مش انسانش كانت هتنسجني. غبي، كنت عملت فيها زي ما عمل ابن المعلم كرعون في مثل ماس. حاضر يا بابي هبقى اعمل كده. ما تقولش بابي دي على لسانك، بتموع نفسي. انا اسمي الفاجر، فاهم ولا لا؟ بس انت اسمك هيثم. ما تقولش اسم هيثم ده على لسانك، انا اسمي الفاجر. يلا انت فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم يا بابي. خد ايه؟ ارسم لي الخراب والدمار اللي قلت لك عليه، او ارسم رقاصه.